هيدا مروان، صار سنة بيشتغل عفين. نصه نرفض بالمديرية العامة للأمن العام وشغله راح تيعان. رامي ونادين راحوا حتى يحضروا فيلم، وصلوا على الموفيز ويلز. ليش يا ترى؟ لأنه قانون الرقابة الحالة تعسفي واعتباطي وما بيسمح بالاعتراض أو بالحصول على تبرير مفيد. هلأ تعالوا نتخيل الرقابة بإيد لجنة تنظيمية مشكلة من كافة الأطراف المعنية وبتشمل أعضاء من المجتمع السينمائي وطبعا أخصائية. هيدا اللجنة دورة تصنيف R-PG-13 Warning Sensitive Scenes. سلطتها مرتكزة على قواعد واضحة وثابتة، إضافة للمعايير بإمكان الكتاب المخرجين وغيرهم كتير الاعتراض على قراراته. هي دورة تحمي القاصر، أما الراشد فدورة تنبهه بس قراره بيضل بإيده. للتوضيح، بوجود ظروف استثنائية بيتم إحالة الأمر للقضاء والقانون بياخد مجرى، لأنه الرقابة المطلقة ما بتتطابق مع الحرية. ضامنوا معنا لتحديث القوانين.